هادية وعدتكم الأسبوع الماضي وهي على العهد، على العهد وعلى الوعد، لأنه عم تخبركم أيضا اليوم عن مجموعات جديدة لخريف شتاء 2015-2016 بهالعروض الأزياء على الموضة. صباح الخير هادية. صباح الخير غيدة، وصباح الخير لكل مشاهدينا. مثل ما عم بتقولي غيدة، خلص مثل ما عطول بنوعد مشاهدينا ونخليهم عطول up to date، خلص بدنا نبلش سوا، وابتدينا سوا إجمالا بخريف شتاء 2015-2016 بس لكن بالكوتور. واليوم مثل العادة الأسبوع الماضي حضرنا سوا مجموعة ديور للهوت كوتور، اليوم رح نشوف سوا عرض من مصممنا اللبناني اللي كل اللبنانية بتفخر فيه، هو إلي صعب. إلي صعب هالمجموعة لخريف شتاء 2015-2016 للهوت كوتور حب يرجع للبيرسونال ستايل، لكل شيء بيرجع لتاريخه الخاص فيه من لما ابتدى. المجموعة كانت تحت عنوان Shades of Gold، كل تدرجات لون الذهبي على طريقته الخاصة فيه، هو بينعكس على الستايل تبعه والبيت تبعه، وحتى كمان في كتير حنين كتير كبير لزوجته كلودين من الأول ما تزوجوا، وقتها كمان كان هو اللي صمم لها فكرة الفستان العرس تبعها كان من اللون الذهبي. هلا في كتير ناس بيقولوا يي اذا الواحد اذا الزوج اللي شو اسمه قبل ما يتجوز وشاف الفستان العروس بيكون يعتبروه حظ عاطل، بتعرف السوبرستيشن وهيك، بس لكن لا، هو صمم للفستان وما زالهم من 1990 بعدهم مجوزين وعندهم ثلاث شباب اسمهم كثير حلوين. على كل حال خلينا ننتقل ونشوف 1790 200 سنة لورا. يعني ببداية التسعينات وقتها جابوا هالثلاث شباب، وبشوف بينعكس الستيل كلياته على الستيل والتريد مارك تبع إلي صعب، بس اكيد بالطريقة اللي بتتناسب العصر اللي نحن عايشين فيه. نقول له مبروك كمان لإلي على الدكتوراه الفخرية اللي حصل عليها من من ال اي يو، من الجامعه اللبنانيه الامريكيه، من ال اي يو، لانه هو فتح السكول اوف فاشن هذيك السنه مزبوط اللي هي باسمه بالجامعه. مزبوط. بقى الف مبروك له جامعتي. ايه اكيد. عبد الحمد ننتقل ومنشوف سوا مجموعه إلي صعب، واكيد الاسبوع الموضه بباريس. Hi.
واكيد مثل العاده عند الي كل قطعه بنقول لا هيدي القطعه هي قطعه اللي بدنا اياها، ومثل ما لاحظنا كلياته لعب على الشيدز اللون الذهبي، واكيد بهالمجموعه ومن الماست هاف لخريف شتاء 2015-2016 هن الفساتين اللون الذهبي، وبالتحديد كل شيء بايات كل شيء عم بيضوي هو الماس. وهلا اصلا رح نشوف اكثر واكثر على الريد كاربت الفساتين الذهبيه، يا اما كل شيء ميتاليك مع الاشياء الشفافه، وهدول هن يعني الاوفر اولز كمان كثير حلوين، بعد الجمب سوت صار لنا تقريبا شي 3 سنين صح. وبعده مكفى معنا الجمب سوت. فإذا مثل ما ملاحظين بهيدي المجموعة فساتين طويلة فساتين قصيرة، بس كلياتها مع الشك والتطريز الظاهر والخفيف بنفس الوقت. والتيارة كل شيء اكسسوار للشعر بعده مكفى معنا، وكل حدا منا بالاخر بده يكون ملكة يا اما برنسس اميرة يكون لما بيلبس من عند إلي صعب. وهيدا كان فستان العروس، وهون بنقول له برافو. ايه. مثل العاده انه بيقدم كل موسم ببيض لنا وجهنا اول شيء، وبالاضافه عن جد برافو انه قديش تحت الستريس، يعني تقريبا عنده اكثر من 4 مجموعات كل موسم كل على مدار السنه، بالاضافه غير ما حكينا عن الريزورت كولكشن والاكسسوار، يعني انه برافو كل والابداع عم بكفي يوم بعد يوم. اما هلا بعد ما شفنا سوا مجموعه الي صعاب بننتقل على الماستر كمان تبع عالم الموضه، وهو مصمم كارل لاجرفيلد. كارل لاجرفيلد بينعد هو الفاشن ايكون بعالم الموضه، خاصه بالنظرات الافانغارد تبعيته. من لما اجا من زمان كثير على دار ازياء شانيل، موسم بعد موسم عم بيعطي شانيل لوك كلياته شباب. وهالسنه كازينو خويال تحولت عند شانيل، كان مثل الكازينو، وكل اكيد المشاهير كانوا عم بيجوا على الساحه ليبلشوا تو بليس ذير بات، ليبلشوا البات تبعهم المراهنات تبعيتهم. بالاضافه من بعدها بعد ما اجوا المشاهير والاخر ختمتها جوليان مور، بلش العرض. ومثل العاده اكيد عن شانيل للتيم برجعونا على اساس دار شانيل، بس لكن مع اللمسات الحديثه لاقصى درجه، لانه حتى الشباب فيهم كمان يلبسوا شانيل. ننتقل ومنشوف سوا كازينو رويال شانيل لخريف شتاء 2015-2016. مثل هون مثل ما كنت عم بقول على الافتتاحيه، افتتحت العرض هي الصوره تبع شانيل اللي هي كريستين ستيوارت، من بعدها فانيسا باغادي، ريتا اورا، لورا ستون، ليلي كولينز، ستيلا تاننت، جيرالدين شابلن، ليلي روز، ديب جي دراجون، وبالنهايه جوليان مور يلي كمان كانت موجودة بين كل المشاهير على طاولات اللعب. ومثل ما شايفين هون بيبتدي الحلم عند شانيل لهالموسم. هون بنشوف كتير تيارات من التويد،
كلياتها مشغولة بطريقة كتير دقيقة مثل ما شايفين، واللوك كلياته شباب، وبنحس اللوك كتير برجعنا لفترة الثلاثينات بالشعر الكاخي القصير، وهيك كتير ناعم، يعني بنحس البساطة الكبيرة مع اللمسات الحديثة، وأكيد شانيل بوتيغ. بعد ما كانت البداية بالتايرات بنبتدي الفساتين كما شايفين للسهرات الحلوة، وكل من كل فستان من الفساتين عم تشوفون كلياتهم مشغولين بالشغل الدقيق. هالسنة كل شيء مشغول هو آخر موضة مع القصات المختلفة اللي مثل هون الأسيمتريك وال فينا نسميه يمكن شوي فروفرو مع الكشكش، هو كتير دارج، وكل شيء مضيء مع الشك والتطريز هو آخر موضة لخريف شتاء 2015-2016. وبالآخر كانت الطير العروس، في يكون فستان عروس، في يكون لأي مناسبة كتير حلوة، كان هيك حابة يشوفها المصمم كارل لاجرفيلد. وهيك مع الكازينو رويال شانيل انتهى العرض. إذا هيدي كانت مجموعة خريف شتاء 2015-2016 لشانيل كوتور. مثل ما شفنا على طول بحب يفاجئنا مسيو كارل لاجرفيلد بكل تقديم مجموعات، بالاضافه لهالمجموعه على فكره عن شانيل كمان قدم لاول مره مجموعه فندي، هو بعده ما زال لحد اليوم هو المصمم عند فندي، واول مره بقدموا فندي مجموعه للكوتور من الفرو، كانت عن جد مجموعه مثل الحلم، ان شاء الله اكيد بالايام الجايه بنشوفها. وهذا كان كل شيء لليوم، انا ان شاء الله بشوف مشاهدينا نهار الجمعة إن شاء الله. شكرا كثير هادية، رح نتابع بعد لحظات محطاتنا ورشة ملح مع شيف فريد، ومن بعدها كارلا وخفيف نظيف، خليكن معنا.